من يشاهد شاشة أعلام النظام هذه الأيام سيعرف تماماً أن الطبل في إسطنبول والعرس في سوريا. التغطيات المباشرة وسط ساحة التقسيم مع كلمة المباشر ذات اللون الأحمر هو إعلان صريح لثورة الأتراك ضد طاغيتهم أردوغان، بحسب زعم الإخبارية وتلفزيون الدنيا والقناة الرسمية الحكومية ومن حبكجية الأسد. غابت المؤامرة الكونية على سوريا في شاشاتهم ليحل محلها تطلعات الشعب التركي بالكرامة والحرية. وذهب المطر مع متظاهريه السوريين ليكون صيف الحرية الساخن في إسطنبول وحدها. وبات أردوغان بنظر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي وحش يقتل شعبه بخراطيم المياه. وزارة الخارجية السورية دعت رعاياها لمغادرة تركيا فورا وحالا، في حين لم تستحي الوزارة نفسها من أصوات المدافع القريبة منها وهي تدك ريف العاصمة. فكان الرد من سوريي تركيا: ميات أردوغان ولا صواريخ الأسد. انفصمت شخصية الأسد مع إعلامه ومن والاه، فباتوا كالأبله يشمت بعزاء الغريب، وفي بيتهم لطميات الحزن شبه الساعية على ضباطهم القتلى. غابت قطر والسعودية عن ثورة تركيا بإعلام النظام، وغابت كلمة المندسون الشهيرة. لسنا بصدد تقييم ما يحدث في تركيا إن كان ثورة أو احتجاجات أو مطالب، فنحن هنا أمام إعلام بات ماركة مسجلة للحماقة سيحتفي بها جينيس طويلا. هذه المحاور ستكون موضوع نقاشنا في حلقة الليلة من هنا سوريا، فأهلا بكم. في تركيا ثورة حرية ضد دكتاتورية أردوغان، هكذا تنطق شاشة إعلام النظام، ومطالب رسمية حكومية أسدية بالإفراج عن المعتقلين الأتراك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها تركيا، بينما في سوريا ينعم السوريون بديمقراطية الأسد مضافا عليها صواريخه ومدافعه. نتابع. نصحت وزارة الخارجية والمغتربين المواطنين السوريين بعدم السفر إلى تركيا خلال هذه الفترة، وقال مصدر مسؤول في الخارجية: ننصح المواطنين السوريين بعدم السفر إلى تركيا. لو كان باستطاعة السوريين الاستغراب بعد كل الذي مر بهم لاستغربوا وجن جنونهم أيضا، فما يعرف بوزارة الخارجية السورية أصبحت حريصة فجأة على حياة السياح السوريين، وما أكثرهم اليوم طبعا في ظل الرخاء الاقتصادي الذي يعم البلاد. إذن لهيب الأحداث في تجارة تركيا وثورتها الخارقة الحارقة الملتهبة أثار خوف النظام على الدم السوري، وأصبحت الحرية في تركيا بخطر حسب قناة سما التي ما زالت تحت سقف الوطن. ما تبقى هنا يقص الحكاية ليتحدث عن ردة فعل سلطان العثمان في مواجهة ساعة صفره واحتجاجات شعبه التي لم يجد في وصفها إلا كلمة مخربين، مستعيرا المصطلح والإجراء من أصدقائه في إسرائيل، فتفجرت من جذور شجرة كل أركان النظام، وقد يقيس الحطام هنا حجم الاستبدادية. أما الاستياء الأكبر من وحشية نظام أردوغان وإجرامه في التعامل مع متظاهري ساحة تقسيم جاء من يسمى سهواً وزير الإعلام، والذي نخجل صراحة من وصفه بسوري، عمران الزعبي، ليقول أحد الظرفاء أنه لو كان لكتاب جينيس رقم قياسي في الحماقة لسجل على الفور باسمه. أكد وزير الإعلام عمران الزعبي في رده على أسئلة صحفية أنه يجب الإفراج عن معتقلي الرئيس في تركيا، ولا مبرر لاعتقال هذا العدد الهائل من المتظاهرين السلميين، مضيفا أن استخدام العنف المفرط ليس صحيحا في مواجهة الشعب التركي. ولن يستطيع أحد كسر حماقته إلا محلل استراتيجي كبير من مستوى شريف شحادة. الأحداث التي شهدتها تركيا خلال اليومين الماضيين تؤكد أن هناك خللا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ضمن المجتمع التركي، ومن لف لفه من عظماء الفكر البعثي والقومجي. هناك أقلية تركية في تركيا تصادر كل شيء في تركيا،
تفرض ثقافتها ولغتها وقوانينها على الجميع. أقلية؟ من يعرف أن الأتراك في تركيا هم أقلية؟ كيف؟ أقلية متسلطة ظالمة على الجميع، وأن 80 مليون منهم 21 مليون تركي. هذه التركيبة الهشة لتركيا كيف؟ من أين هذه المعلومات؟ يعني أرقام؟ نعم؟ أكيد هذه الأرقام؟ نعم هذه أرقام حقيقة. 27% من سكان تركيا هم أتراك فقط. قلت تفكك تركيا منذ سنة ونصف، والكثير من المحللين السياسيين والعسكريين كانوا لدرجة حتى يسخرون مني. ليثبت قول المتنبي الشاعر تماما بوضعنا اليوم، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. أناقش هذا الموضوع مع ضيوف السيد ماهر شرف الدين كاتب صحفي عبر سكايب من واشنطن، وضيفي سونغا أدمن صفحة الثورة الصينية، وضيفي بستان جميل أوغلو صحفي من كاتب وصحفي من اسطنبول، وأيضا ضيفي معا بياري كاتب صحفي عبر الأقمار الصناعية من عمان. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ مع سونغا أدمن صفحة الثورة الصينية. سونغا، يعني أسلوب تعامل الإعلام الرسمي مع الاحتجاجات والمظاهرات في تركيا، كيف كان صداه على صفحتكم؟ أولا مساء الخير لك لجميع الحضور والمشاهدين. بصراحة ردة الفعل كانت مثل الإنسان اللي عم يشتهي شيء وما قدران ينفذ بلده، مثل النقطة اللي كانت إنه الشخص اللي قال له نحن بأمريكا نقدر نوقف بنص واشنطن ونحكي عن رئيس أمريكا، قال له نحن كمان بسوريا نوقف نص دمشق ونحكي عن الرئيس الأمريكي. بقى نفس الأسلوب اتخذوه هني، ولكن هني عندهم المتحبجية، عندهم أسلوب أنه الثورة لازم تكون ضد أي نظام ديمقراطي، أما النظام القمعي النظام اللي بيحكم بالضبط العسكري فهو من الغلط يقوم عليه الثورة. لكني كانوا تأييدا لثورة أو يسمى بثورة تركيا. بس بصراحة كان التأييد بشكل هائل. أنا متابع لصفحاتهم، نسينا تماما أنه هني صفحات مؤيد للنظام السوري، صار تنزل بوستات، تنزل صور، صور طبعا ما أنا موجودة أرض الواقع، واستخدام نفس المصطلحات الثورة السورية بالثورة التركية. يعني هم من جواتهم حابين يكونوا أو في عندهم شيء، يعني عندهم ولو شعور واحد بالألف إنه في شيء إنه لازم يثور الإنسان، بس طلعوه باتجاه تركيا أو باتجاه قطر أو باتجاه السعودية. أما طيب، وبالنسبة لصفحات صفحة الثورة الصينية وصفحات المشابهة، تعودنا من خلال هالصفحات دائما يتم تناول هيك نوع من المواضيع بجانب من السخرية. في كثير من الأحاديث اللي للمحللين اللي خرجوا علينا بوسائل إعلام النظام تحدثوا بأمور غريبة عجيبة، كيف تم تناولها عندكم بالصفحة؟ نحن تناولنا الموضوع مثل عملنا إسقاط لردة فعل الحكومة التركية على المتظاهرين بردة فعل الحكومة النظام السوري على المتظاهرين، مثل يعني انه اقصى شيء استخدمت الحكومة التركية هي المي، لذلك مثلا انه سمينا اسم الجمعة بتركيا هي الموت ولا المبلة. واجتنا معلومات كمان بتأكد انه المي اللي مرشت فيها المظاهرين هي مي غير قابل للشرب. وطبعا صار في كثير يعني تعليقات بهالاسقاط هذا نفسه، لانه يعني مثل نحن لهلأتنا بمرحله الكيماوي، لسه ما وصلنا لمرحله الرش بالمي. يعني احنا لحد الان صرنا سنتين وكذا شهر لهلا ما ولا مره رشونا بالمي للاسف. يعني بتشكرك سونغ أدمن صفحة الثورة الصينية على هالمشاركة، وبنتقل لضيفي ماهر شرف الدين كاتب صحفي من واشنطن عبر سكايب. سيد شرف الدين، أحد المعلقين بالتقرير اللي عرضناه بحلقتنا تحدث عن نقطة غريبة جدا، موضوع بأنه هناك أقلية تركية في تركيا، وحط أرقام ونسب وأنه 80 مليون تركي من بيناتهم 20 مليون تركي بس. شو رأيك بهالطرح؟ شو الطريقة بالحديث عن الموضوع؟ هل في انفصال عن الواقع؟ هل هن دائما متعودين بطروحاتهم من زمان من قبل الثورة على هذه الطريقة، أم أنه شيء جديد ظهر الآن وأصبح ظاهر للعيان؟ مساء الخير. طبعا أنا بظن أنه هذه المقولة تأتي في سياق المماثلة بين النظامين، يعني مثل ما بيقولوا أنه النظام التركي يقتل شعبه كالنظام السوري، أيضا يريدون أن يقولون أنه هناك أقلية تركية تحكم تركيا، مثل ما هناك أقلية في سوريا هي من تحكم الـ يعني تحكم سوريا.
والحقيقة هناك خطأان في المقارنة بين ما يحصل في سوريا وبين ما يحصل في تركيا. الخطأ الأول هو وضع النظامين السوري والتركي على قدم المساواة. يعني نحن أمام نظام أسدي دموي يحكم السوريين بالحديد والنار، وبين نظام تركي أفرزته العملية الديمقراطية بغض النظر عن الكثير من المآخذ عليه. الخطأ الثاني هو وضع الثورة السورية والانتفاضة التركية على قدم المساواة. يعني الثورة السورية ثورة شاملة ولدت تراكمات نصف قرن من الظلم والاضطهاد والقمع، بينما الانتفاضة التركية هي انتفاضة تتبع لمعارضة ممثلة بالبرلمان التركي. يعني المنتفضين الأتراك ممثلين بالبرلمان. استغلال النظام السوري للحدث التركي أمر متوقع، لكن المفاجئ هو هذا الفجور في الاعتراف. يعني النظام السوري عم يقول للتركي لقد أصبحت قاتلا مثلي، لقد أصبحت مجرما مثلي، لقد أصبحت سارقا مثلي. يعني شو منا اعتراف أكثر من ذلك؟ لذلك في يعني هل هو اعتراف بأنه محاولة للتغطية على نفسهم بالحديث عن ما يجري في تركيا بهذا الشكل، ولا أنه الموضوع بأنه جمل ما بيشوف حردبته، أو بأنه هي سياسة كانت متبعة طول عمرها بنظام البعث في سوريا بأنه يتحدث عن الديمقراطية وفقدان الحرية في دول الآخرين وينتقدها، وبينما الشعب يعني يكون يفتقد فعلا لهذه الديمقراطية؟ لا، اصلا الجمل كيف ما بده يشوف حردبته؟ اصلا الجمل لم يبقى منه الا الحردب. يعني النظام السوري كل ما يريد قوله انه نحن والنظام التركي متكافئين في الاجرام وفي القتل وفي يعني تدمير مقدرات البلاد. بس لكن تعامل النظام مع الحدث التركي بطريقه المزاح واللعب على الكلام حقيقه جاء ثقيل الوطأ على السوريين الذين يعانون الامرين من الظلم ومن القهر والقتل. يعني ما بكفي القصف بالسكود والكيماوي، فوق ذلك نكات لعمران الزعبي. يعني هذا والله كثير. في تعبير جميل باللهجة السورية بيعبر عن يعني عن الشخص الثقيل الدم اللي بيحاول التنكيت، والتعبير هو منقول نحن بيتهاضم. الإعلام السوري حاول أن يتهاضم في وقت لا مكان فيه للهضامة. النظام السوري عبر عن صبيانية منقطعة النظير، ليس في هذا الحدث فقط بل في كل الأحداث السابقة. ومن الطبيعي لإعلام أنه يعني بيحتفي بصبي مثل هذا أحمد سبايدر أن يكون أداؤه أداء صبيانيا بهذا الشكل. طيب رح نحكي كمان عن المواقف السابقة من إعلام النظام لما يجري في الدول المختلفة. اسمح لي انتقل لضيفي بستان جميل أوغلو وهو كاتب صحفي من اسطنبول. سيد أوغلو، يعني لاحظ بأنه في إلحاح بوسائل إعلام النظام على اعتبار بأنه أردوغان هو السلطان الذي يريد تحويل تركيا إلى سلطنة عثمانية وخلافة إسلامية وإلى آخره، وهو نفس الطرح الذي تطرحه الأحزاب المعارضة الأخرى في تركيا. برأيك يعني كيف يكون الالتقاء في هذا الموضوع؟ هل تم تسليط الضوء على ما طرحه النظام في وسائل إعلامه؟ بداية مساء الخير لكم. حاب أوضح أمر بالبداية. الحقيقة إن تركيا هي دولة ديمقراطية، وكل الأحزاب الموجودة أو كل الأطراف الموجودة في الأرض لها حق أي احتجاجات أو أي تعبير فينا نقول رأيها عن الواقع. فلذلك بداية إذا كان نلاحظ الأمور كيف بدأت في تركيا، في ناس بتركيا وهم الأكثرية كانوا في مستوطنين لحزب العدالة والتنمية، كانوا هم معارضين عن شو؟ معارضين عن قطع بعض الأشجار وبناء مركز تسويق بهذا المكان. عندما بدأت هذه الاحتجاجات طبعا الناس شافوا، ظل يومين أو ثلاثة عندما صار محاولة من الشرطة، صار عنف من قبل فينا نسميهم أشخاص أو فينا نسميهم استخباراتية من دول خارجية. طبعا السيد رجب طيب رئيس الوزراء. هذا بالنسبة للتفاصيل. أنا حابة أناقش معك سيد أوغلو يعني الحدث أيوة. التركي من منظور وسائل إعلام النظام الرسمية أيوة. وما تم أيوة. الحديث عنه عن ربيع تركيا الآن وباب الوالي ما عاد عالي وإلى آخره من الشعارات التي تم
طرحه، وحديث بانه الحديث عن اردوغان بانه الان هو السلطان الذي يحاول اعاده السلطنه العثمانيه والخلافه الاسلاميه. صدى هذا الموضوع، هل تم طرح هذا الموضوع في وسائل اعلام التركيه؟ هل تم الحديث عنه بانه ماذا يتحدث؟ ابدا ده كان نلاحظ، يعني كما طرحت لكم، في تركيا في دوله ديمقراطيه اي شخص اي احزاب فيها تطرح اي راي، فلذلك كيف الانسان اللي حزب له ارضيه بال 150، واذا كان نلاحظ اي ديمقراطيه في العالم ما في حزب ما اخذ ارضيه او في نسبه بال 150 بل تصويت. طبعا اذا كان بدنا نحط رجب طيب اردوغان كرئيس او فينا نقول كما قال النظام او كما قال اعلام النظام انه هو سلطان، كيف نسمي الرئيس بشار الاسد؟ منذ سنتين تقريبا صار 80,000 واكثر من 80,000 شخصا قتلوا بالبلاد، تقريبا عن 400,000 شخصا موجودين الان هم ضيوفنا في تركيا. فلذلك هذه الاحتجاجات انا دعيني اجرها على غير مكان. فلذلك في هون نقطه مهمه جدا، تركيا لها بهذه المرحله عم تحاول تحل مشكله الافراز هاي واحده، وثانيا يعني عم تقريبا صار الشهر الماضي وفت كل ديونها البنك الدولي. نعم. لذلك الان تركيا في اقتصاديا وفي اجتماعيا في يوما عن يوم فيها تحسن. فلذلك نعم. هذه الامور تقلق بعض الجهات وفينا نقول بعض الدول. طبعا الان المخابرات التركيه اعلنت طيب. ان في اشخاص ان في اشخاص بهذه المحاولات حاولوا ان مسكوهم كاشخاص ايرانيين الموجودين في هذه طيب ما تحاول ايصاله سيد اوغلو بانه ما يتم الحديث عنه في وسائل اعلام النظام بتشبيه ما يجري في تركيا بما يجري في سوريا وربيع تركيا والى اخره هو مبالغات، يعني مبالغه مضحك، يعني كيف نسمي، يعني في هنا 40,000 او 2 شخص وهم يعني اقليه جدا عم يعبروا. طيب اسمح لي انتقل لضيفي مع بياري كاتب صحفي من عمان عبر الأقمار الصناعية. سيد بياري، ما شاهدناه من خلال تعامل وسائل الإعلام السورية النظام وسائل إعلام النظام مع ما يجري في تركيا، وقبله كان في احتجاجات وول ستريت وأيضا ليفربول، دائما في الحديث عن موضوع الديمقراطية في دول الآخرين، الحرية، انتقادات للديكتاتورية في الدول الأخرى، هذا الشيء برأيك هل هو كما يراه البعض بأنه الآن هو انفصال عن الواقع تماما، أم أنه هو فكر تربى عليه حزب البعث في سوريا منذ نشأته في سوريا؟ شكرا على السؤال. بداية، واضح أن الأداء الإعلامي السوري الرسمي في الشأن التركي ينتسب صراحة إلى الكوميديا البلهاء. الأمر مضحك جدا، يعني نحن في أثناء متابعتنا المحنة السورية والعناء السوري نتيجة الصلف الكبير الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري، يأتي إلينا النظام بحدوتة فعلا مضحكة تكاد تنتسب إلى المسرح الهزلي. فالسوريون يرفلون بنعيم وافر من الديمقراطية والحرية والشفافية، وهم بذلك والنظام الحاكم بما يتمتع به من ديمقراطية غزيرة في وسعه أن يعطي دروسا للأتراك وغيرهم. هذا الأمر بحد ذاته طريف ومضحك، وبصراحة لا أعرف يعني من أين يستمد الأستاذ الزعبي وزير الإعلام السوري كل هذه الثقة بالنفس التي تتيح له مثل هذا الحديث عن عما يجوز ولا يجوز أن يفعله أردوغان في تركيا، كيف يتعامل، يعطيه دروسا في كيفية تعامل السلطة مع المحتجين في المظاهرات في يعني لا يعني بصدق الأمر عصي على التفسير. هذه نقطة لابد من تثبيتها وتأكيدها. طيب برأيك هل هذا الثانية أننا بصراحة لسنا معنيين كثيرا كعرب بتفاصيل بالتفاصيل التركية. للأسف صار هناك نوع من الاستقطاب
حول من يؤيد أردوغان ومن يرفض أردوغان، الذين يقفون مع الشعب السوري وثورته ويناوئون النظام ويناهضونه هم مع أردوغان، فيما الآخرون الذين الشغوفون والملعون ببشار الأسد يصطفون ضد أردوغان. المسألة بهذا الشكل أيضا مضحكة. طيب برأيك يعني بلد طريقة الطرح حقيقي؟ نعم. برأيك سيد بياري طريقة الطرح بهذا الشكل؟ نعم يعني هل هي جديدة؟ يعني لا أعتقد أننا نحن يعني لا نعم. أعتقد أن هل هذا طريقة الطرح بهذا الموضوع؟ وقتنا كثير. نعم. طريقة سيد بياري برأيك الرسمية. في ديلي بالصوت عم بيكون يمكن مشان هيك. سيد بياري برأيك طريقة الطرح الآن بهذا الموضوع؟ نعم نعم نعم. هل هي جديدة طريقة الطرح أم هي يعني قديمة؟ طريقة هل الطرح من قبل نعم تفضل. نعم تفضل سيد بياري، في ديلي بالصوت طريقة عم بيكون. الطرح التي أنا سامعك جيدا، طريقة الطرح التي يمارس فيها النظام السوري أداءه إعلاميا في الشأن التركي طريقة للأسف تسيء للشعب السوري وتضحك عليه بشكل سخيف ومجر. الطلب من السوريين عدم الذهاب إلى تركيا لأن تركيا لم تعد آمنة، هذا بحد ذاته فيه قدر كبير من الاستخفاف ومن التعدي على السوريين ومن الإساءة إليهم ومن الاستهتار بحياتهم، لأن السوريين الذين لجأوا ونزحوا إلى تركيا بعشرات الآلاف مئات الآلاف ما نزحوا إلا بسبب الرصاص والقذائف والصواريخ، فمهما كان الأمن قد اختل أو اهتز أو ارتج في تركيا فإنه لا يصل إلى مدى ما عانت منه إدلب وحلب وحماة وحمص ودير الزور ودرعا وغيرها. نعم اصلحي انت سيد شرف الدين. يعرف السوريون في اعتقادي، يعرف السوريون أن تركيا بلد ديمقراطي حقيقي وأن هناك أحزاب تستثمر أي احتجاجات في الشارع في أي قضية وأي شأن وهذا من شأنها، وأن نعم هناك كان بعض الغلظة وبعض العنف المفرط في استخدام السلطة. نعم. في استخدام طيب. العنف المفرط سيد بياري في تركيا بمواجهة الاحتجاجات، لكن ذلك كله لا يسوغ أبدا لأي مسؤول سوري أن يتحدث في الموضوع. نعم سيد شرف الدين، بيان وزارة الخارجية الذي تحدث عن تحذير للرعايا السوريين في تركيا والعودة وإلى آخره، إذا كنا يعني شهدنا في الإعلام الحديث عن ما يجري في تركيا بهذه الطريقة، أما أن يصدر بيان من وزارة الخارجية بهذا الشكل يعني خايفين على الرعايا السوريين في تركيا من خراطيم المياه وما خايفين عليهم من صواريخ السكود، يعني كيف بتفسر هالحالة؟ يعني هل فينا نعتبر هذا الشيء فعلا انفصال كامل عن الواقع أم أنه في إله هدف؟ هل إلهم غايات معينة أهداف معينة من طريقة لا. حديثهم بهذا الشكل؟ لا طبعا النظام السوري انطلق يعني بحملته من عقلية النكاية أو ما نسميه بالعامية السورية الجكارة، يعني هو عم يحاول يجاكر أردوغان بهلا عم يحاول يقلب كل ما قاله أردوغان يسويه ضد إله، لكني أنا ما بستغرب أن يفعل ذلك مع أردوغان والأتراك ما دام هذا النظام قد فعل ذلك مع الشعب السوري نفسه. يعني هل نسينا كم مرة جاكر بشار الأسد الشعب السوري بمراسيم منع صيد الخنازير البرية بينما كان دم الناس في الشوارع؟ هل نسينا يوم جاكر بشار الأسد السوريين لما سرب بصحيفة موالية له أنه هو عم يعيش حياة مرفهة وعم يمارس الرياضة وعم يتعشى سمك مشوي بينما الشعب السوري مشرد وجائع؟ من يتعامل مع شعبه بطريقة النكاية من غير المستغرب أن يتعامل مع الآخرين بمثل هذه الطريقة. نعم بنتقل لضيفي بستان جميل أوغلو. سيد أوغلو، يتم الحديث أيضا بوسائل إعلام النظام وأيضا محللين وشخصيات سياسية عن اللعنة السورية التي ستصيب العالم كما أصابت أمريكا باحتجاجات أو ما جرى في وول ستريت وأيضا ليفربول في لندن، برأيك فعلا موجود اللعنة السورية؟ هل هي تصيب تركيا الآن؟ الحقيقة يعني كما تحدثتم يعني الإدعاءات أو الكلام هذا كله مضحك مع الأسف، فلذلك يعني الإعلام النظام أو تصريحات النظام يعني هنا في تركيا أصلا ما لها أي اعتبار يعني في الواقع أو ما عند الشعب أو عند الحكومة التركية، فلذلك هنا التصريحات التي طرحها وزير الإعلام السوري
عمران الزعبي ووزارة الخارجية التي قالت للسوريين لا تغادروا تركيا فإليكم خطر. يعني كيف هذا يكون الخطر؟ هنا الاحتجاجات الشرطة عم تقاومهم في رش المياه وليس في رصاص أو رصاص حي أو رصاص فينا نقول يعني أي شيء. فلذلك عندما نقول في تركيا هنا دولة ديمقراطية وهذه الاحتجاجات هي تثبت أن الدولة فيها ديمقراطية فيها تعبير حقوق هنا في طبعا المجموعات المتطرفة فينا نقول هي فاتت بين الناس أو بين طيب تغيير الحكم في تركيا هل يحتاج إلى ثورة؟ أبدا أبدا. طبعا هنا كما حدثت لكم أن هنا في انتخابات وبعد الانتخابات في حزب مستلم الحكومة في نسبة له 150 وبعد فترة قليلة أقل من سنة في انتخابات أيضا في انتخابات إلى الرؤساء. فإذا هنا في تركيا تقريبا إذا كان صار بكرة انتخابات 150 يعني هاي هي الواقع في تركيا. طبعا بيكون حزب العدالة والتنمية هو الوحيد وهو أكثر 150 أو 151 بيكون هو الحاكم بتركيا. يعني لعنة النظام السوري ما صابتكم ابدا ابدا نعم. ابدا. فلذلك طيب. يعني هنا في يعني نحن عم نشوف الامور هاي كمسحه يعني حقيقه نعم. طيب سيد بياري اضافه لموضوع اللعنه السوريه التي تصيب العالم الان هناك من يعلق بانه تشافيز رئيس الفنزويلي عندما مات ايضا يعني انه هي كمان تعتبر لعنه المعارضه مثلا إضافة لها الموضوع هذا في دائما هيك إيحاء بوسائل إعلام النظام بأنه ما يجري في أي مكان في الدول التي هي تعتبر من أصدقاء الشعب السوري هو يكون إلهم إيد خفية فيه يعني هن اللي بيحركوا الأحداث يعني عندهم هيك رجل متخفي بكل مكان بيروح على لندن بيروح على أمريكا وبيروح على تركيا وبيحرك الأحداث وأنه هن اللي عم يصنعوا كل هالشيء. السلطة في سوريا طوال أكثر من 40 عاما لديها تورم في ذاتها ولديها أوهام عن نفسها بأنها ذات أدوار كونية وذات وظائف وذات فاعلية مؤثرة في العالم تتجاوز حدودها إلى محيطها الإقليمي والدولي. حافظ الأسد أوهم نفسه بهذا الأمر ويبدو أنه أورث هذا الشيء لنجله وظن أن على العالم أن يصدق هذا الأمر. يستطيع أي شخص أن يهم نفسه بما يشاء لكنه لا يستطيع أن يقنع الآخرين بهذا الوهم. لذلك الضخ أو الكلام الكثير عن كثرة المتآمرين وعن كثرة الأصابع الخارجية وعن التآمر الذي يأتي من كل حدب وصوب ومن كل جهة ومن كل العالم على سوريا أو على النظام السوري إنما يعطي أهمية للنظام السوري يراد منه التدليل على الأهمية البالغة للنظام السوري في العالم باعتباره قطبا بارزا وقطبا دوليا بارزا في العالم. لذلك هو عندما تعمد صحافة النظام السوري وتلفزاته إلى تصيد بعض الأخبار وبعض الأحداث والوقائع في بلد هنا وبلد هناك وتعتبر ذلك من تأثيرات ما يسمى لعنة سورية أو ما يتوهمونه لعنة سورية فإنهم في ذلك يفترضون في أنفسهم الأهمية التي المضحكة في رأيي. من هنا يصدر هذا الكلام وهذا الأداء الإعلامي الذي تشيرين إلى بعض نعم. وقائعه حضرتك. نعم. سيد شرف الدين فكر للمؤامرة الذي يتمتع به نظام الأسد دائما بأنه كل ما يجري في العالم هو مؤامرة أنه حتى بالدول الغربية أمريكا والدول الأوروبية الأخرى لا يوجد ديمقراطية وإنما عم يضحكوا على شعوبهم العالم كله يديره اليهود منظمات معينة هي المسؤولة عن هذا الموضوع وأنه الديمقراطية هي لعبة عم يضحكوا فيها على العالم برأيك يعني التعبئة أو عبر وسائل الإعلام وغيرها بهذا الموضوع بهذا الفكر هل فعلا يعطي نتيجة بالنسبة للموالين للنظام الآن؟ يعني لا أظن للموالين رايحين للآخر ما عاد
يعني بلغوا الماكسيمو اصلا بالتحريض والتعبئه. النظام السوري استغل حقيقه كل حدث حصل في المنطقه ليقول انه على حق. يعني نتذكر نحن بانتفاضه 14 اذار بلبنان اللي طردت الجيش الاسدي من لبنان، قام النظام بقلب الشعارات وحولها لمصلحته. ايضا استغل النظام الاحداث عند اندلاع الربيع العربي، يعني تذكر بشار الاسد طلع وصرح لاحد الصحف الاجنبيه وقال انه الشعوب العربيه انتفضت ضد الانظمه المواليه لاسرائيل، وقال انه بس صارت الثوره بالبلاد التي يعني ليس هناك اي تجانس بين القيادي والشعب. ايضا انظري ماذا فعل مع احداث مصر الاخيره، يعني حتى باسم يوسف صوروا الاعلام عشوائي انه كموالي له، يعني بعد شوي حيبين باسم يوسف انه من حبكجي لبشار الاسد، في حين انه باسم يوسف عنده حلقات عديده يسخر فيها من النظام السوري. وحقيقه يعني شو ما نستنى من اعلام وزيره هو عمران الزعبي، اكذب وزير لاكذب نظام. اذا بتتذكري عمران الزعبي له تاريخ طويل بالكذب والتناقض. مره انتقد الاخوان المسلمين لانهم بربوا اللحى، في حين انه هو يعني عنده هو صاحب لحيه، الا اذا كانت شعارات اللحيه تبعه مقتبسه من لحيه كارل ماركس. اعلام النظام السوري هو الغريب فعلا، تحويل كل ما يجري في تركيا الان الى ثوره كبيره، واعتبار في بدايه الثوره في سوريا بانه ما جرى هو كان شكر للمطر وهطل المطر في البدايه لما تحدثوا عن هذا الموضوع. بتشكرك سيد ماهر شرف الدين كاتب صحفي من واشنطن، وايضا ضيفي بستان جميل اوغلو كاتب صحفي من اسطنبول على هذه المشاركه، ومعا بياري كاتب صحفي كما عبر الاقمار الصناعيه من عمان. شكرا لكم ضيوفي. فصل قصير ونعود مشاهدينا، ارجو ان تبقوا معنا. موسم الحصاد بسوريا يعاني المزارعون من مصاعب عدة، منها إيجاد أماكن لتخزين المحاصيل الزراعية وطريقة حصادها خوفا من قذائف النظام اليومية. المزيد في تقرير محمد دغيم. يشتهر ريف إدلب بخصوبة أراضيه الزراعية، وتعتبر الزراعة فيه مصدر الدخل لغالبية السكان. أراضينا كويسة الحمد لله وخصبة، نزرع فيها كل المواسم، حنطة وشعير وكمون وعدس وكل الأنواع الزراعية. ما إن انتهى فصل معاناة الفلاحين أيام البذار حتى بدأ فصل جديد لهذه المعاناة في جني المواسم. الآن احنا أصبحنا في الموسم الزراعي، وبسبب كثافة الحواجز الجيش التابعي للنظام لم نجد الآليات التي تلم المحاصيل الزراعية، وأصبحت الآليات تقطع مسافات شاسعة، وهذا صار مبلغ كبير يكلف المزارع. كما أن هناك أراض زراعية كثيرة محيطة بمعسكرات الجيش المنتشر في ريف إدلب،
وقربها هذا حرم الفلاحين من زراعتها أو جني المواسم فيها أو حتى القرب منها. نحن في قرية معار شمشي بحكم وجودنا قريبين على وادي الضيف والجيش المتمركز فيه منعنا من استخدام الأرض، وقام بعض الفلاحين بفلاحة الأرض والتعب فيها وزراعتها، ومنعهم الجيش من جني موسمهم بسبب القذائف الطائشة والقناصين. فصعوبات ومخاطر لا تنتهي، فالقصف العشوائي للبلدات المحيطة بمعسكرات الجيش أدى لحرق الكثير من المواسم الزراعية وحرمان أصحابها منها بعد أن اقترب جني الموسم. حتى من استطاع قطاف الموسم وتعبئته وقف حائرا أين سيذهب به بعد أن أغلقت كل أبواب التسويق في وجهه. الحمد لله رب العالمين، حصدنا ولا يمنا الموسم، بس للأسف وين نروح فيه؟ جمعيات الفلاحين اللي كنا نورد لها سكرت، وسكنها الجيش، والحدود سكرت وعلى الله. انتهى فصل جني المواسم وأصبح الكثير منها في البيوت لمن كان له حظا في جني موسمه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين سيذهب الفلاح في هذه المواسم وكيف سيقوم بتسويقها؟ سؤال لا يوجد له عند الفلاح جواب. محمد دغيم لقناة أورينت نيوز، ريف إدلب. كتبت هيئة التحرير في جريدة أكسجين مقالا تحت عنوان لعبة شطرنج جيوسياسية على رقعة سورية وجنود أضاعوا البوصلة. في القصير جنود لبنانيون يقاتلون جنبا إلى جنب مع جيش النظام، معتقدين أنهم يخوضون حربا ضد تكفيريين تقاسموا الخندق مع أمريكا وإسرائيل، متناسين أن هؤلاء التكفيريين ما هم إلا أهل أرض استقبلت أهاليهم وذويهم في حرب تموز، مصممين على تطييف المعركة واستدراج المنطقة في استقطاب طائفي بعيدا كل البعد عن هوية القصير وثورتها. في القصير جنود سوريون أحرار دون قيادة مركزية أو دعم يذودون بكل ما أوتوا من سلاح خجول وتمويل يسير عن مدينتهم ضد كل قوى مدربة ومسلحة وذات دعم لا ينضب. في القصير جنود ناسيهم أصحاب الأجندات واللحى، بل وصموا آذانهم عن نداءاتهم، يقاتلون حتى آخر طلقة لديهم مؤكدين للعالم أنهم أصحاب أرض وحق ولم يخرجوا مرتهنين لحزب أو مشروع. وفي خضم المعركة ترزح مدينة بأكملها تحت قصف الطيران الحربي، عائلات أمهات وأطفال يتساقطون ضحايا المجزرة، شهداء معركة جلبت إلى مدينتهم بذرائع طائفية يتحملون بأجسادهم ألم حقد أضاع البوصلة. مرحلة رص الصفوف عنوان مقال الكاتب عبد الناصر العايد في صحيفة جسر، حيث أشار إلى فرض الشروط والإملاءات على الثوار من قبل القوى الداعمة للنظام لتقديم تنازلات على رأسها التخلي عن هدف إسقاط النظام ورأسه المجرم. يتمثل الرد على أصحاب هذه الدعوات الخبيثة للتفاوض من موقع الضعف أن يعمل الثوار على محورين: بعث النشاط مجددا في قوى الثورة خاصة تلك التي استرخت بعد أن تم لها تحرير مناطقها وإعادة زجها في ميزان القوى، فالثائر يستطيع أن ينعم باستراحة محارب بعد جولة ناجحة لكن لا يحق له أن يغط في نوم عميق. والمحور الثاني هو توحيد تلك القوى أو من يسعى منها فعلا لإسقاط النظام وتوجيه فاعليتها بشكل مركز إلى ما بقي من مواقعه وحصونه لمواصلة التقدم على الأرض. لن يقتنع النظام ولا القوى الداعمة له أن لا خيار له سوى الرحيل إلا بمواصلة قوى الثورة لحركتها وتقدمها وظهورها بمظهر القوة الواحدة المتماسكة على الأرض وفي العمل السياسي وتناغم وانسجام حركة كل هذه الأطراف واتفاقها الواضح والأكيد على أن هدف إسقاط النظام لا يمكن التنازل عنه. واسمع ذلك بصوت عال لدعاة ورعاة مؤتمر جنيف 2 الذين يسعون لفرض حل أقل ما يقال فيه إنه على حساب دماء ودموع وآلام مئات الألوف ممن ضحوا من أجل حرية وكرامة شعبهم ووطنهم. في مدينة رأس العين بالحسكة قام الأهالي بتركيب مصفار النفط تعمل خارج نطاق عمل النظام تغطي حاجة رأس العين من الديزل والبنزين. التفاصيل في سياق هذا التقرير. منذ تحررت رأس العين المحررة
بعد معاناه شديده وانتشار كبير للامراض نتيجه لعمليات التصفيه للبترول الخام. هاي راس العين تحاول ان تنفض غمامه السم عن اجوائها. هذا السواد الذي احتل سماء ريفها فاصبح مصدر قلق وازعاج لمن يسكن حوله. فتقوم هذه المدينه المحرره بانشاء مصفات للنفط عن طريق مغتربيها لحل مشكله المحروقات لاهلهم. هي المصفات الاولى من نوعها في سوريا وخارج نطاق عمل النظام. فهي تعمل بشكل آلي وفقا لمقاييس ودرجات حرارة منتظمة فلا تشكل أي نوع من أنواع الخطر. فهذه المشاة الصغيرة تعمل بفترات قياسية وتنتج كميات كبيرة من المحروقات حسب ما تحدث إلينا منشئها. بسم الله الرحمن الرحيم. تم استجلاب هاي المصفاية من تركيا واستجرارها باليوم 250 برميل من الفيول نفط الفيول وتصفايتها إن شاء الله نقول تصفي بالنهار 24 ساعة شي 30 ألف لتر من المازوت الصافي. نعمل أنه تغطي منطقة رأس العين خلال الأسبوع الأيام القادمة إن شاء الله خلال الأسبوع زمان ونوزع الخطاط في رأس العين في المازوت. فالأصناف التي تنتجها تكاد أن تتغلب على الأصناف التي تنتجها مصافي النظام فتعمل على كافة أنواع. الحمد لله من شغلة المصفاية توفرنا المازوت وغير بحاجة مازوت النظام السوري سابقا. الحمد لله توفرنا وشغال نظامي جربناها أكثر من عدة سيارة. فبإمكاننا القول أن مثل هذه المنشآت قادرة على أن تنافس المصافي الكبرى في النوع والكمية. كان هذا كل ما لدينا في هنا سوريا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء في الغد بإذن الله.